يوميات يوميات عبد الرحمن والأحلام، يوميات عبد الرحمن والأحلام. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. وهناك أحلام لكي تصغي، ناداها الشوق وناداني، ويتابع أنس في شغفي. ما أجمل قول العدناني، كلمة صدقت أحرفها واختصرت كل الأزمان. ينسب حديثك في قلبي عبقا برحيق الإيمان. حدثنا عبد الرحمن بحديث أمتع وجداني، في السيرة عن هدي نبينا ونصائحه للصبيان. يومية عبد الرحمن والأحلام. أريدك أن تصنع لي في هذا الجانب مجموعة من النجوم، وفي الجانب الآخر أكتب اسمي بالإنجليزية. ما رأيك فيما قلته يا أخي؟ أنت تتعامل مع رأسك كأنها كراس رسم، ولكنها في الأول والآخر رأسك أنت، وأنت حر فيما تصنعه بها. أنت محق، انسى ما أخبرتك به. أريد تصفيف شعري مثل تلك الصورة. سأذهب أنا لأشتري بعض الحاجات. في رعاية الله. يبدو أنني نسيت المفاتيح. ماذا بك يا أحلام؟ هناك ديك عملاق في الخارج. رأسه رأس ديك، ولكن جسمه مثل البشر. أرني يا عبد الرحمن. هذا كائن فضائي مطرود من كوكبه. لا تخاف، انتظر. من في الخارج؟ أنا سعيد. هذا صوت سعيد. هل ابتلع هذا الكائن أخانا ويتكلم بصوته؟ توقفي عن مشاهدة أفلام الخيال العلمي، لعل حدث له مكروه. يا عبد الرحمن، هيا لنفتح له الباب. وماذا إن لم يكن أخانا سعيداً؟ وجهة نظر سليمة. إذن ليحضر كل منا شيئاً، فلو كان سعيداً لن يهاجمنا، وإن هاجمنا سنضربه بما في أيدينا. فكرة طفولية، ولكني مضطر لتنفيذها. هيا ليذهب كل منا ليحضر شيئا. لما لا يفتحون الباب؟ هل ستضربين الكائن الفضائي بمشط الرأس؟ بدأت أشك أنك أكثر خطورة علينا منه. وهل ستلعب أنت معه مباراة تنس؟ أصمت وافتح الباب. هيا يا عبد الرحمن، أنت الأخ الأكبر والقائد. من أنت؟ أنا سعيد، ماذا بكم؟ لا تقترب، أثبت لنا أنك سعيد. ماذا تقول يا يوسف؟ هيا أثبت. كيف؟ أخبرني، ما هي أكثر أكلة مفضلة لديك؟ اللحم المشوي. إنه أخونا. ماذا فعلت براسك أيها المتهور؟ إنها قصة شعر رائعة، هل تعجبكم؟ تعجبنا؟ هل تسخر منا؟ ألم يكن لدى الحلاق مرآة لترى ماذا صنعت برأسك؟ لقد ظننت أنك كائن فضائي. كيف سمح لك أنس أن تفعل ذلك؟ لقد ذهب لشراء ملابس له، ولكن ما الخطأ في قصة شعري؟ فالتغيير مطلوب. ماذا بكم يا أولاد؟ سعيد، ماذا حدث لشعرك؟ إنها قصة شعر جديدة يا أبي، كنوع من التغيير. التغيير مطلوب يا بني، ولكن بشرط ألا يخالف شرع الله عز وجل
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل ما فعلته يخالف الشرع أو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع يا سعيد. هل تذكر لي دليلاً يا أبي؟ نعم نعم يا بني. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبياً قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهى عن ذلك وقال احلقوا كله أو اتركوا كله. حسناً، ما العمل الآن؟ سنذهب بك للحلاق مرة أخرى ليحلقه لك كله. ما هذا؟ هل هكذا أجمل؟ بالطبع أجمل، لأنك لن تحتاج لأي مشط أو الوقوف أمام المرآة هذه الفترة يا أخي. ليلى 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 ليلى. طفل يهتم بمظهره ويريد أن يبقى جميلا، قرر أن يحلق شعره قد صار كثيفا وطويلا. طفل يهتم بمظهره ويريد أن يبقى جميلا، قرر أن يحلق شعره قد صار كثيفا وطويلا. وسيحلقه كله وإلا تركه كله، والقزع فعل قبيح لن يفعله. وسيحلقه كله وإلا تركه كله، والقزع فعل قبيح لن يفعله. لن يحلق جزءا من الرأس لا 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 لا، ويترك الجزء الثاني لا 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 لا، فهذا لا يجوز من الأصل لا يجوز، وفعل يخالف إسلامي. وسيحلق كله وإلا تركه كله، والقزع فعل قبيح لن يفعله، والقزع فعل قبيح لن يفعله.